الرحيم. اولا تحيه خالصه لزيو سيتي بوان نيت على التنقل ديالها لمدينه سلوان اللي حضرت معنا هذا الافتتاح تاع البطوله اللي مسميه بطوله ناظور ليك اللي راه منظمها جوج تاع الجمعيات، جمعيه مدرسه اتحاد سلوان وجمعيه امل الناظور. كنشكر يعني من هذا المنبر كنشكروا هذه الجمعيات، هاد جوج جمعيات وهاد جوج مدارس اللي سهروا على انهم باش غادي يكونوا باش غادي يديروا لنا واحد بطوله اللي غادي تلعب هنا وتحملوا فيها جميع المتاعب. كنشكرهم بزاف وكنشكروا كاع الناس اللي راها سهره على هذا الشيء هذا الرياضه في هذه المنطقه. كما كتشوفوا الوليدات ديالنا هذا النهار لعبوا داروا واحد المقابله اللي هي زوينه بزاف والحمد لله خارجين بانتصار، رغم حنايا ما باغيينش الانتصارات اكثر ما باغيين نكونوا في الوليدات الصغار ونوجدوهم، والحمد لله قالوا الكلمه ديالهم هذا النهار وفازوا في هذه المقابله وان شاء الله المقابلات المقبله الجايه. دونك غير باش المدينه والساكنه تاع المدينه باش تعرف على هذه البطوله هذه، حنايا درنا منتخب كانت الدعوه موجهه لثلاثه الجمعيات من طرف هذ المنظمين، كانت الدعوه موجهه لجمعيه اسود زيو وجمعيه مدرسه ابطال المستقبل وجمعيه من الرشال. دونك باش بغينا نديرو الحكم الاكراهات نتاع لي تيران اللي عندنا في الملعب، ما عندناش فضاء فين غادي نلعبوا، ما عندناش التيران الكبير مازال حنايا يعني ما عطاوناش الجمعيات باش غادي تمارس فيه على حساب القوانين اللي عنده مازال ما تسلمش. كنحترموا حنا هذه القوانين هذه، فكرنا اننا نديروا واحد المنتخب اللي نقدروا نسوقوه 14 مقابله، عندنا 14 دوره هذا المنتخب غادي يلعب. درنا منتخب تزايو يعني ما بقاتش اسود زايو ولا ابطال المستقبل ولا من الرشال، دابا عندنا منتخب تاع الزايو اللي فيه الوليدات، اختارينا فيه الوليدات ثلاثه هذه الجمعيات اللي راها متواجده وان شاء الله حنا راحنا سايرين معاهم وغادي نضحيو معاهم باش يكملوا هذه البطوله هذه. وباش تعرفوا التنقلات راه يوميا عندنا يعني كل اسبوع خصنا نتنقلوا لمدينه سلوان. علاش كل اسبوع غادي نتنقلوا؟ حتمت علينا. علاش ما عندناش حنا التيران فين غادي نلعبوا؟ ما عندناش بلاصه فين غادي نلعبوا. وكنشكروا الناس نتاع سلوان اللي راها واقفه على هذا التيران هذا اللي عطاتنا باش غادي نستقبلوا فيه هنا بالمجان، غادي يعني بالمجان عاونونا والاخر بالحكم حنا عندنا غير الترونسبور. ومن هذا المنبر كل غايور على الرياضه، ما كنقولش غير المسؤولين، كل غايور رياضي على هذه المدينه مدينه زيو يتجه ويشوف هاد الافطار الاطفال اللي باغي يدير خير سواء كان يديرهم في الفرق الكبار يجي لهاد الاطفال، واخا غير كلمه غير يقول غير هضره شي حاجه معنويه، ما بغيناش منك ماشي حاجه ماديا، نبغيك غير معنويا تهودوا لعندنا هاد الناس هاد الاطفال. كنطالب الناس نتاع الرياضه، الناس اللي دازوا في الرياضه يجيو لعندنا ويشوفوا هاد الوليدات هادو ويوقفوا معاهم. وكنوجع ثاني واحد يعني كنوجه واحد الدعوه يعني للمسؤولين باش يشوفوا فينا ويعطيونا حتى حنا داك التيران للجمعيات باش حتى هما يستغلوه ويلعبوه. وكافي الا تنظمنا الا درنا واحد النظام راه كلشي الجمعيات راه غادي يستافدوا، ولما لا يشوفوا لهذا المنتخب تاع زايو يديروا معاه واحد الحل، لحقاش راه ما عندوش في كيتريني. راه اول حصه درناها هي هاد المقابلة اللي جينا لعبنا، ما ترينينا ما والو، جينا ديريكت لعبنا هنا. دونك يعني حتى السيمانة الجاية والمقابلات كاملين غادي نبقاو نجيو نلعبوا ديريكت، علاش ما عندناش واحد الفضاء اللي غادي نلعبوا فيه. دونك هنا طالبين لنا أويت كنلعبوا، ودونك يعني عندنا في القاعة المغطاة أكات كنلعبوا، أكات بلوس لي الكارديان، هنا عندنا أويت وكنطالب يعني باش يشوفوا فينا هاد الناس. وشكرا وكنشكر كاع هاد الوالدين نتاع هاد الأطفال اللي داروا فينا الثقة وعطاونا ولادنا. بزاف جزيل الشكر وكنقول لهم وقفوا مع اولادكم ان شاء الله ما يكون غير خير، وراه الدري الصغير ديالك الا راه كيتعلم بهذه الرياضه غير الحاجه الزينه. وشكرا. الرحيم اسم ديالي انس البيض، نادي ديال ابطال المستقبل، المنتخب كنمثلو منتخب زايو وجينا لسلوان ورحنا الحمد لله رحنا فرحانين حيت ربحنا ب5-1 وهادشي. كنتمنوا يعاونونا مسؤولين ونكونوا في المستوى. بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكر زيو سيتي على ملي جاو معنا لهنا سلوان وشكرا على
رانا فرحانين لحقاش ربحنا بخمسة واحد. اذا كنشكروا الوالدين اللي كيعاونونا والاخر. انا من جمعيه اسود زايو وجينا نمثلوا منتخب زايو. شكرا. السلام عليكم. جينا نمثلوا مدينه زايو اللي جينا نلعبوا من اجلها باش نكونوا قدوه لهذا الميدان. وكنشكر المدربين تاعنا اللي ساندونا باش نوصلوا، وهذه الربحه راه كانت بالمجهودات نتاع المدربين. وشكرا. السلام عليكم. جينا اليوم باش نمثلوا مدينه زايو بالفرقه سميتها منتخب زايو، والمؤطرين ديالنا اللي كانوا سي زدين وسي بوترفاس وسي سعيد. وشكرا. السلام عليكم. الاسم عز الدين بوطالب، مسير جمعيه اسود زايو ومدرب فئة ديال الشباب زايو الفئة الصغرى. كما كتشوفوا اليوم حنا في مدينة سلوان، لأن الإخوان استدعونا باش نشاركوا في واحد البطولة إقليمية، وكانت واستدعوا ثلاثة الجمعيات مدينة زايو اللي هما كانت أسود زايو والجمعية ديال مرشال والجمعية ديال أبطال المستقبل. وحنا كجمعيات اللي ما نقدروش ما غاديش نقدروا باش ككل الجمعيات تشارك في مدينه سلوان، لان البطوله كتاخذ 14 مقابله، كل حد خصنا نلعبوا بدون اعتذار ولو سيمانه واحده. قدرنا باش نتاخذوا واحد القرار ونشاركوا بجمعي بفريق واحد اللي كيمثل مدينه زايو في اسم منتخب مدينه زايو. باش غادي تلعب، حنا نلعبوا 14 مقابله، حد على حد، اي جمعيه في المدينه ما غاديش تقدر تشارك. حنا ولا بد ما غادي خصنا نشاركوا، لان حنا دابا الاولاد ما كنديهم باش يلعبوا في المينيوم ولا في الكادي كيلقاو مشاكل، كيكون الدري ما مكونش. ولكن حنا دائما فكرنا باش الدري الا لعب في هذه البطوله ديال 2006 وغادي يلعب 14 ماتش غادي يقدر يحتك، لان الجمعيه ديال الناظور الجمعيات بزاف كيكونوا يلعبوا في صغرهم، ما كيكونش عندهم واحد المشكل. ولكن حنا ملي كنجيو الدراري باش كيجيو يلعبوا في الميني كنلقاو واحد المشاكل، وفكرنا لا حنا ولا الاخوان ديال مرشال ولا الجمعيه ديال ابطال المستقبل باش نديروا واحد المنتخب ديال مدينه زايو. والحمد لله لعبنا المقابله الاولى وقدرنا نربحوا بالنتيجه ديال 4-1 على ما كنظن، لان في تلفليت حساب صراحه. وكنتمنى الخير للمقابلات الاخرين، غير واحد النقطه كنبغي نشير لها، لان حنا دابا عندنا 14 مقابله، كل حد خاصنا نجيو، كل حد ولا بد ما خاصنا نجيو لمدينه سلوان. وصعيب شويه باش غادي نجيو كل حد. كنجيو الى كان ممكن مثلا المسؤولين يدخلوا في هذه النقطه وهذه يوفروا لنا شي ترونسبور ولا شي، لان دابا كل في نهار الخميس خاصك توفر واحد 200 درهم ولا اكثر باش غادي تقدر تجي لسلوان. كاين الدري اللي ما عندوش الله يحسن العون، كاين دابا مثلا كتكون البطوله في بطوله في الاول كتكون مثلا كتكون الدري الصغير مشوق باش غادي يلعب في البطوله، يقدر غادي يجي مثلا غادي يجي الماتش الاول يجي الماتش الثاني، حنا عارفين بلي غادي نمشيو لالي غادي نزيدو غادي الدراري يقنطوا، ماشي غادي يقنطوا الله يحسن العون باش كل حد غادي تدي الاولاد يلعبوا في مدينه سلوان شويه شويه صعيبه. كنتمنى يدير الله الخير. وحنا كجمعيات رياضيه ما عندناش حنا الملعب معروف كاين غير النهضه والشباب، حنا ما غاديش نقدروا ندخلوا في التيران باش حتى حنا نلعبوا الالي في الملعب الشرفي، خاصنا حنا ما عندناش الملعب، عطاتنا سلوان ندخلوا في سلوان، كندخلوا واحد المقابله في سلوان واحد المقابله كنخرجوها في سلوان، 14 مقابله. وكنتمناو الدراري راه كما كتشوفوا انتم الدراري فرحانين، راهم ربحوا النار مشاو كل شيء فرحان، وكنتمنى الخير لقدام ان شاء الله. وما ننساوش باش نشكروا الاخوان كاملين الاخوان اللي داروا واحد المجهود باش نحضروا كمنتخب زايو. وكنشكروا القناه ديال زايو سيتي اللي جات معنا حتى لمدينه سلوان، وشكرا على التغطيه الجميله وشكرا بزاف.